الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة نيجني نوفغورود الروسية على ضرورة وضع القرارات المفصلية على أساس القانون الدولي وليس على أساس قانون القوة. روسيا تقف مع الذين يعتبرون أن القرارات الأساسية يجب اتخاذها على أسس مشتركة وليس بحسب رغبة ومصالح بعض الدول فقط أو مجموعة من الدول. الأولوية يجب أن تكون للقانون الدولي وليس لقانون القوة. كل دولة وكل شعب فريد ومتميز، لكنه ليس استثنائيا ويملك حقوقا متساوية، بما في ذلك حق اختيار طريقه في التطور. هذه هي رؤيتنا المبدئية التي تم تنبثق عن مصيرنا التاريخي ومن دور روسيا في السياسة الدولية.